مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع تراجع أسعار النفط بالتعاملات الأسيوية بعد ما تأثرت بتراجع أسواق الأسهم العالمية والانكماش القوي بنشاط المصانع بالصين اللي انخفض بأسرع وتيرة من نحو 6 سنوات ونص مع تراجع الطلب المحلي والخارجي. وبالأرقام انخفض الخام الأمريكي لأدنى مستوى ب6 سنوات ونص ل40.21 دولار للبرميل بالجلسة السابقة. شو عم بيصير بالنفط أو بالأحرى شو ممكن يصير بالفترة المقبلة؟ مع هبوط الأسهم الأسيوية بالتعاملات الصباحية وهبوط الأسهم بول ستريت وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو العالمي رح يبقى الطلب على النفط خفيف حتى إشعار آخر. ومننتقل لتوسع النشاط التجاري لمنطقة اليورو بأب مدعومة بشكل أساسي بالحركة بألمانيا بعد صدور مؤشر إدارة المشتريات اللي سجلت 54.1 هالشهر بإشارة إلى نمو النشاط الاقتصادي بمعدل سريع مقارنة مع الشهر اللي قبله اللي سجل 53.9. هون بحب شيري لأنه سرعة النمو بشهر آب هي الأسرع بالسنوات الأخيرة. ومننهي مع خبرين سريعين. الأول مع HP اللي أعلنت عن انخفاض الأرباح والإيرادات مع تراجع مبيعات PC. بفترة 3 أشهر المنتية ب 31 تموز انخفض صافي الدخل ل 854 مليون دولار من 985 مليون دولار بنفس الفترة من السنة الماضية. بحب أذكر أنه بوقت لاحق من السنة من المقرر تنقسم HP لقسمين للفصل ما بين الكمبيوترز والبرينترز والعمليات الخدماتية أو السيرفرز. هالمشروع هو جزء من إعادة هيكلة جذرية اللي أدى بالتالي لتخفيض عشرات الألوف من الوظائف بالسنوات الأخيرة. وبنهي مع خبر أخير بتعلق بالهواتف الذكية، فقد كشفت غارتنر للأبحاث أن مبيعات الهواتف الذكية بالعالم سجلت خلال الربع الثاني من هالسنة نمو بنسبة 13.5% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014، وبلغت حصة أبل 14% وسامسونج 22%. هيدي أخبارنا لليوم، بشوفكم نهار الاثنين.